بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأجمل تحية من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، ملتقى محبي الأصالة وتراثها، عالم الأصايل الذي ازدهر بفضل مواصلة التوجيه الكريم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والاهتمام اللامحدود لهذه الرياضة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية المستمرة الدائمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله بكل مكارمه ودعمه وجهده وعشقه لهذه الرياضة ودعمها المستمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد بكم التحية هنا من تحفة ميادين السباقات في أول مكارم مهرجانات هذا الموسم، ختام تمهيد المرموم، افتتاحية السباقات والتي تدشن انطلاقات الموسم الخاص بسباقات الهجن في هذا الميدان. هذه المكرمة التي أطلقها ورعاها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد المكتوم منذ سنوات. رحمك الله يا أبا راشد، وحمى الله أنجالك الكرام الذين واصلوا على نهجك في دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، فكان التوجيه منهم حفظهم الله أن تستمر هذه المكرمة على ميدان المرموم دون تغيير. بسم الله وعلى بركة الله، تعلن انطلاقات أول السباقات وأول التحديات على أرضية هذا الميدان هنا في هذا الختام، ختام تمهيد المرموم، انطلاق اليوم الخاص بسن اللقاية واندفاع جولة الساعات الأولى التي تحمل من ضمن انطلاقها و16 شوطا الحاضرة في هذا الصباح. هناك جولة تحمل جولة الساعات و4 أشواط هي الحاضرة الأولى في هذا الاندفاع. على بركة الله بدأنا وانطلقنا من خلال هذه اللحظات على أول الأشواط، وهو الشوط الخاص بالإبكار في هذا الاندفاع القوي والمثير، لنحدد من هو أول النواميس الذي ستحمل البداية الأولى في هذه الجولة. نسير إلى انطلاقة التحديات وأيضا اندفاع هذه اللحظات. 4 كيلومترات ستكون حاضرة في هذا الصباح وحاملة كل الإثارة من خلال اندفاعنا إلى المقدمة مباشرة، إلى وجود الشامخة خالد بن عوض بن مصبح البلوشي في المركز الأول، بينما في المركز الثاني أذهب مباشرة إلى الشامخة أيضا سيد بن سهيل بن شلثم الخيلي، اندفاع المركز الثالث جاء الطماعة محمد بن سالم بن عتيج الضيوفي، يا سلام، المركز الرابع نعود إلى الغزيل علي بن سلطان بن علي المعاضيد في هذا الاندفاع، وهنا على المركز الخامس متعب في خامس المراكز ناصر بن مغير بن سالم العميمي، أما سادس المراكز تأتينا الضبية عتيجة بالصلب الثاني الفلاسي، وعلى المركز السابع في هذا الأداء القوي والمثير إلى وجود أيضا مذيار حمدان بن سيب بن راشد الرشيدي، وعلى المركز الثامن ما شاء الله الأسماء كلها الشبابية محمد بن راشد بن مبارك بن سرود، وعلى المركز التاسع اندفاعنا إلى أرباح سيف بن سالم النايلي الشامسي، وفي المركز العاشر ما شاء الله غازي محمد بن حمد بن حميد العويسي. شكرا أبو سلطان على المواصلة وأيضا المتابعة المستمرة أيضا في عرض الأسماء من خلال هذه اللحظات. ما شاء الله نصف المسافة مرت
ونحن مع 2 كيلومتر الباقية في هذا الاندفاع في هذه الجولة التي تحمل هنا المنافسة والمواهب المتميزة. ما شاء الله لا زال على المقدمة والصدارة متواجدة الشامخة سيب سهيل بن جلثم الخيلي اللي تقود المقدمة والصدارة. المركز الثاني وصلتنا الضبية اعتيج بالصلب الثاني الفلاسي، والمركز الثالث في المحافظة متعب ناصر بن مغير بن سالم العميمي. ما شاء الله ثلاثية المقدمة، لكن اتوقع هناك وجود طماع محمد بن سالم بن عتيج الضيوفي. مرحبا باهل تبوك في هذه المنافسة والتحديات والانطلاقات. المركز الخامس نعود مباشرة الى الشبابية محمد بن راشد بن مبارك بن سرود. هذه الخمسة المراكز الاولى التي تحمل هذا الاندفاع وتحمل هذه التحديات وتحمل هذه المنافسة. نقترب من هذه اللحظة الى الاعلان مباشرة. 1200 في هذا التحدي، في هذا المسار، في هذه الانطلاقة، في هذه اللحظات التي تحمل هذه القوة والاندفاع. والشامخة متصدرة مع المقدمة مع الدخول الى الكيلومتر الاخير هي الشامخة سيب زين بن جلثم الخيلي. ما شاء الله روح بسير روح مع هذه الاندفاعة الاولى. المركز الثاني وصل المنافسون هي العفريت سلطان بن محمد بن سالومي الدرعي. ما شاء الله محمد اهلا وسهلا. الشاعر وصل، الشاعر وصل صدى سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. ثلاثية المقدمة والانطلاق على ارضية هذا الميدان ما شاء الله، لكن لا زالت الشامخة شامخة على المقدمة على المركز الأول على البداية الأولى. صدى صدى أسمع صدى الناموس من خلال هذه اللحظات. ولكن 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 المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري روح 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 الشاعر روح ما شاء الله وتبارك الله. صدى إذن على المركز الأول. انطلق انطلق من خلال هذه اللحظات شاعر الحواس الست سلام الفقع سلام سلام التحية أيضا من خلال هذه اللحظات. الصدى الاسم شاعري والفوز شاعري والناموس شاعري من البداية في هذه الأجواء التي تحمل هذه القوة والإثارة. تهانينا سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي. روح 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 بهادي روح مع المركز الأول والفوز في هذا الانطلاق. المركز الثاني هنا إذا طماعة محمد بن سالم بن عتيج الضيوفي. المركز الثالث كان تواجد الإعلان حمد بن حميد بن سعيد الحبسي. والمركز الرابع كانت هناك المستشارة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. والمركز الخامس كانت هناك مذيار حمدان مسيب بن راشد الرشيدي. ما شاء الله وتبارك الله. أعود بالتوقيت 5:53 من الثانية. مشكور يا الشاعر، مشكور على هذا الأداء، مشكور على هذه الانطلاقة، مشكور على هذه التحية المتميزة من أرضية هذا الميدان. ما شاء الله. المركز الثاني كان وجود أهالي تبوك مع طماعة محمد بن سالم بن عتيج الضيوفي. اهلا بالضيوف. 5:58.7 من الثانية ايضا تهانينا. والناموس والمركز الثالث هي اعلان حمد بن مبارك بن حمد بن حميد بن سعيد الحبسي على المركز الثالث. هي 5:58.8 من الثانية. تهانينا والناموس. الجولة بدت والمنافسة بدت وانتظروا القادمين. وهذا شوط الجعداني في ثاني الأشواط.